مصر تنفي مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع دخول المساعدات لغزة. مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن وتجدد تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة استمرار الحرب على غزة. هيئة قناة السويس تنفي تعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتؤكد انتظام الملاحة بالقناة في الاتجاهين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفت مصر بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدد من النقاط، ومن بينها أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة قد أكدوا 10 مرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع. We'll be right back.
رفضت إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة جماعية في قطاع غزة تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين. وزعمت إسرائيل أمام المحكمة بأن حربها دفاعا عن نفسها، وأنها تقاتل الفصائل الفلسطينية وليس السكان، داعية المحكمة إلى رفض الدعوة. وكانت دولة جنوب أفريقيا أبرزت في دعوتها جرائم المحتل الإسرائيلي الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، مشيرة إلى أنه يهدف إلى القضاء على السكان في قطاع غزة. أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن الاحتلال الإسرائيلي غير متوازن ولم يقدم أي أدلة تنفي الاتهامات الموجهة إليه. كما أشار الفريق القانوني إلى أن محكمة العدل الدولية أقيمت على الأساس القانوني لمنع الإبادة الجماعية، وعليها اتخاذ إجراءات لوقف العدوان على غزة. ومن جهته أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدموا به، مؤكدا أنهم متمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدموها، حيث جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي للفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. كانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بشكوى تقع في 84 صفحة أمام المحكمة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة. وفي جلسة الاستماع الأولى أكد فريق الادعاء أن أفعال إسرائيل خلال العدوان هدفها الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن التهجير القسري والحصار الشامل على القطاع واستشهاد مئات من العائلات بالكامل. في سابقة تاريخية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ففي خضم احتدام العدوان على غزة تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى تقع في 84 صفحة أمام المحكمة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، مرافعة تاريخية قادتها جنوب أفريقيا صاحبة الادعاء خلال جلسة الاستماع، حيث حثت القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري للعدوان الوحشي على قطاع غزة بعد أن استعرضت انتهاكاتها ضد الشعب الأعزل بالأدلة والبراهين، مستدلة إلى نصوص القوانين الدولية ومراهنة على ضمير الإنسانية. في 6 أكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطاع غزة على الأقل قامت إسرائيل بالسيطرة من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتية، والدخول والخروج من غزة ممنوع بشكل كبير، حيث أن إسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطرة بشكل كبير، وذلك على أرض غزة. إسرائيل لا تزال معتبرة من قبل المجتمع الدولي تحت
استعمار من قبل إسرائيل، ونقوم بإدانة استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى. لا يوجد أي هجوم بغض النظر، حتى وإذا كان الهجوم الذي أدى إلى فظائع لا يعد مبررا أو دفاعا لأن نصل إلى خرق هذه الاتفاقية. الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أبى أن يحصر الممارسات الإسرائيلية في فعلتها الأخيرة فقط، بل أصر على استعراض الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية فشله في منع الإبادة الجماعية في غزة. ولأنها لم تكن عشوائية، فقد أكد فريق الادعاء أن أفعال إسرائيل خلال العدوان كانت بقصد وعن عمد بغية تحقيق هدفها في الإبادة الجماعية، مشيرا إلى التهجير القسري والحصار الشامل على القطاع واستشهاد مئات من العائلات بالكامل. ولأن الصورة أبلغ دليل، استعرض الفريق مقاطع فيديو لجنود الاحتلال يرقصون ويتوعدون سكان قطاع غزة بالدمار. وبعيدا عن مطالب الإدانة والإخضاع للعقوبات، يبقى الطلب الرئيسي والاستعجالي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضمن مرافعتها هو وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. أن القتل الجماعي التي ترتكبه إسرائيل غير آمن على مدني غزة. فالآن 23,360 شهيداً فلسطينياً وقعوا جراء القصف والهجمات الإسرائيلية على غزة في 97 يوماً، و70% من هذا الرقم نساء وأطفال، وهناك 7,000 فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الركام ويفترض أنهم قد ماتوا. إلى ذلك تبقى آمال العالم معلقة بكلمة قد تنقذ الإنسانية وتعيد الحقوق لشعب تعرض لكل فنون الانتهاكات منذ 75 عاما. صرحت المتحدثة باسم المفاوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاز تروسل أن إسرائيل أخفقت بشكل متكرر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. شددت المتحدثة الأممية على أن انتهاك إسرائيل هذه الالتزامات قد يؤدي إلى التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب ومخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى. وأشارت تروسل إلى أن المفاوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد دعا مرارا وتكرارا إلى أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان ولإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح، والسماح أيضا بالإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط وعلى رأسها قضية فلسطين. وطلبت الجزائر أن يناقش اجتماع مجلس الأمن خطر التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة. هذا ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان الإحاطات لأعضاء المجلس. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23,708، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 60,000. وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين خلال 24 ساعة راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا، مشيرا إلى أن الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات
وأن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم. خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة تولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك عقب اقتحام الاحتلال المدينة، مما أسفر عن تجريف البنية التحتية في المخيم وإلحاق أضرار بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وانقطاعها بشكل كامل. أفادت تقارير أن الأوضاع في المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في غزة كارثية بعدما يقرب من 100 يوم من القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع. وصرحت الطبيبة الأمريكية سيما جيلاني في رسالة صوتية نشرتها لجنة الإنقاذ الدولية الإغاثية أنه لم يعد هناك عقار المورفين، وذلك عقب عودتها من مهمة استمرت لأسبوعين للجنة الإنقاذ الدولية في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة. أعربت مصر عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن. دعت مصر في بيان لوزارة الخارجية ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر. واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبق، وأن حذرت منه مرارا وتكرارا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة. كما أكدت مصر حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين. أكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. وأكدت الهيئة أن الملاحة منتظمة من الاتجاهين، وأن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن. أكدت هيئة قناة السويس حرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عدم التصعيد بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة لقوات الحوثي في اليمن. وتأتي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة. وقد نفذت واشنطن ولندن ضربات في أنحاء اليمن ردا على هجمات قوات الحوثي على السفن في البحر الأحمر. طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، حيث شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدفت مواقع تابعة لقوات الحوثي باستخدام صواريخ توكهولم التي أطلقتها السفن الحربية والطائرات المقاتلة. وكانت موسكو نددت بالضربات العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن ووصفتها بأنها تصل إلى حد المغامرة غير المسؤولة التي تهدد بنشر الفوضى في الشرق الأوسط بأكمله. هذا وقد أعلن البيت الأبيض نجاح أهداف الهجمات الجوية في ضرب قدرة قوة الحوثي باليمن على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والمسيرات. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تجري تقييما لأثر الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على قوة الحوثي باليمن. وأضاف كيربي أنه سيكون لديهم فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث في الساعات المقبلة.
كان قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط لكساس غرينوتش قد أعلن أن القوات الجوية شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا لقوات الحوثي. وأضاف القائد بالقوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط أنه تم استخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في ضربات على قوات الحوثي. من جهتها هددت قوات الحوثي بالرد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقعها باليمن، مؤكدة أنها لن تمر دون عقاب. وذكر المتحدث باسم قوات الحوثي أن الضربات أسفرت عن مقتل 5 من قواته وإصابة 6 آخرين، وأضاف أنهم سيواصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب. في خطوة جديدة تنقل الصراعات في المنطقة لمرحلة أوسع نطاقا وأكثر خطورة، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من دول أخرى ضربات ضد عدد من الأهداف التابعة لقوات الحوثي في 6 محافظات يمنية. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوضح أن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ في مسعى لإضعاف قدرة قوات الحوثي على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي تعليق منه على تلك الضربات أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه الضربات تأتي كرد مباشر على هجمات قوات الحوثي على السفن الدولية في البحر الأحمر، مضيفا أنه لن يتردد في إعطاء التوجيهات اللازمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات. من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تنفيذ سلاح الجو الملكي البريطاني ضربات استهدفت منشآت عسكرية تستخدمها قوات الحوثي في اليمن، مشيرا إلى أن البحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات حارس الازدهار. وعلى الرغم من تأكيد المؤشرات الأولية حول ضربة قوية تلقتها القدرات العسكرية لقوات الحوثي على تهديد التجارة البحرية، إلا أن مؤشرات امتداد الصراع إلى آفاق أخرى أكثر خطورة ما زالت قائمة في ظل تمسك قوات الحوثي باستمرار هجماتها ضد أي سفن تتجه للموانئ الإسرائيلية، بل وتوعدها بالمزيد إن لزم الأمر. أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن قوات الحوثي استهدفت عن طريق الخطأ ناقلة تحمل نفطا روسي في هجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن. وصرحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن إطلاق صواريخ على بعد 90 ميلا بحريا من جنوب شرق مدينة عدن الساحلية باليمن، بينما أبلغت مذكرة استثنائية للهيئة الربان عن سقوط صاروخ في الماء على بعد ما بين 400 و500 متر، وكانت تابعة أو كانت تتبعه 3 زوارق صغيرة، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار. وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى العاصمة الأوكرانية كييف لتوقيع اتفاقية بشأن التعاون الأمني. وفي أعقاب ذلك حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن نشر القوات البريطانية في أوكرانيا سيعني إعلان الحرب على روسيا. هذا وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن لندن ستزيد التمويل العسكري لأوكرانيا في السنة المالية المقبلة إلى 2.5 مليار جنيه استرليني، مضيفا أن سوناك سيعلن خلال زيارته لكييف عن تمويل عسكري بزيادة قدرها 100 مليون جنيه استرليني عن العامين الماضيين، وسيساعد في شراء آلاف الطائرات المسيرة لأوكرانيا بما في ذلك طائرات المراقبة والضربات بعيدة المدى والطائرات المسيرة البحرية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباطها لمحاولات أوكرانية للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، كما أوضحت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 230 عسكريا خلال الأسبوع الماضي على محور زابوريجيا أيضا. وتصدرت القوات الروسية لست هجمات لقوات
من كييف على محور دونتسك. تتجه روسيا لإنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030. وفي المقابل دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الدول الأوروبية إلى تعزيز دعم بلاده، محذرا من أن أي توقف في النزاع لن يفيد سوى روسيا. مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية الأوكرانية، دخلت المعركة مرحلة أخرى على مستوى التسليح وبالأخص صناعة المسيرات، حيث تتجه روسيا لإنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنوياً بحلول عام 2030. وخلال المحطة الأخيرة في جولته على حلفاء بلاده في منطقة البلطيق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لاتفيا إلى زيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا وتعزيز دعم بلاده، محذرا من أن أي توقف في النزاع لن يفيد سوى روسيا. رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش تعهد من جانبه بتقديم المساعدة لأوكرانيا، معلنا أن بلاده ستقدم قذائف مدفعية وأسلحة مضادة للطائرات وقنابل يدوية وطائرات مسيرة إلى كييف هذا العام. وكان زيلينسكي قد زار ليتوانيا وإستونيا في إطار رحلته الأولى إلى الخارج في عام 2024، وحذر من أن أي توقف لبلاده في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي سيساعد موسكو على إعادة التسلح وسحقنا على حد تعبيره. وتأتي جولة زيلينسكي في ظل مساعيه إلى تعزيز الدعم المتذبذب من الداعمين الغربيين، مع تعطل إقرار مساعدات جديدة لكييف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كانت أوكرانيا قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها بصدد إنتاج أكثر من 11 ألف طائرة مسيرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى في عام 2024. فهل يحسم سلاح المسيرات الحرب في أوكرانيا؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام المقبلة. نجح موقع تستيمونيالز في الوصول إلى 20 مليون شخص لتوثيق انطباعات السائحين الإيجابية عن زيارة مصر مؤخرا، واستطاع الموقع تزويد هؤلاء السائحين بالمعلومات الصحيحة عن الوضع في مصر لقطع الطريق عن أي تداول لأخبار مغلوطة. 20 مليون شخص خلال 13 يوما نجح موقع تستيمونيالز في الوصول إليهم لتوثيق انطباعات السائحين الإيجابية عن زيارة مصر مؤخرا، فضلا عن تعريف الأجانب باستقرار الأوضاع في البلاد. وفي ظل الإشادات الدولية بالسياحة المصرية، استطاع الموقع تزويد هؤلاء السائحين بالمعلومات الصحيحة عن الوضع في مصر لقطع الطريق عن أي تداول للأخبار المغلوطة، بما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات بإلغاء الرحلات وتغيير الوجهة السياحية. الإشادات الدولية جاءت في ظل جهود الدولة المصرية للترويج للقطاع السياحي والحفاظ على حركة الطيران الوافدة، مع استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي، بما يبعث طمأنينة لدى الزائر الأجنبي بأنه على موعد مع الاستمتاع بتجربة سياحية متميزة. مصر استعانت كذلك بشركة دولية متخصصة في مجال العلاقات العامة لتحسين الصورة الذهنية عنها كوجهة سياحية آمنة لا تتأثر بأي أحداث سياسية أو تطورات إقليمية في المنطقة، علاوة على تقليل تأثير الأخبار السلبية عن حركة الحجوزات السياحية. وكللت الدولة خطواتها الجادة بمجموعة من الزيارات الدولية مع منظم الرحلات الخارجية لتنسيق الرؤى وضمان استمرار المبيعات، فضلا عن بث رسائل إيجابية في وسائل الإعلام. وكانت الدولة قد قررت مضاعفة الميزانية المخصصة للإنفاق على حملات التسويق المشتركة والرحلات التعريفية بما يخدم المقصد السياحي المصري. شهد وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي مراسم توقيع اتفاقية الاستحواذ على حصة في أعمال الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية. وأعلنت القابضة IDQ وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي ومجموعة أدنك عن التوقيع على الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة قدرها 40.5% في مجموعة أيكون
ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى من خلال زيادة رأس المال. وتعد آيكون شركة رائدة في سوق الفنادق الفاخرة في مصر، حيث يمثل هذا التعاقد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، كما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع السياحة والضيافة المصرية. وبموجب هذه الصفقة تبلغ حصة القابضة ADQ من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة أدنك 51%. تنطلق معارض أهلا رمضان في منتصف شهر فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر، وستشهد كل محافظات معرضا رئيسيا فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، بهدف زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية. وأكدت الدولة توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من 2 إلى 3 أشهر فضلا عن التعاقدات الجارية. وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من محافظات ومدن الجمهورية.
وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. مصر تنفي مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع دخول المساعدات لغزة. مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن وتجدد تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة استمرار الحرب في غزة. هيئة قناة السويس تنفي تعليق حركات الملاحة بالقناة وذلك نتيجة لتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتؤكد انتظام الملاحة بالقناة في الاتجاهين. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير إلهام، مساء الخير يا أميرة، ويعني جمعة مباركة علينا جميعا. ويمكن الحديث العالمي عن محاكمة إسرائيل ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هو ده اللي الناس كلها بتتكلم عنه يمكن من امبارح، وإحنا بنشوف هو بالفعل حدث تاريخي. صحيح، يعني لأول مرة إسرائيل برغم من الفظائع لأول مرة تمثل أمام محكمة العدل الدولية، هو حدث تاريخي بالفعل. طبعا نتكلم عن الحدث الأبرز منه أنه إسرائيل دلوقتي بتلقي يعني التبعات على مصر أن هي اللي منعت دخول المساعدات لغزة، وكان في بيان النهاردة طبعا زي ما قرينا في النشرة تجديد ألقى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بيفند هذه المزاعم ويكذبها، وطبعا ده عاري تماما عن الصحة. لا يمكن لمصر أنها في يوم من الأيام أنها تغلق الباب أو تساهم بشكل أو بآخر في يعني تجويع الفلسطينيين بأي شكل. على إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها بالكامل عما ترتكبه من مجازر. صحيح، ويمكن منذ اليوم الأول على العدوان ومصر جيشت كل طاقتها يعني أمام العالم كله لمساعدة أهالينا في غزة، وبوجود مسؤولين أمميين عدة كانوا موجودين على معبر رفح خشوا على أنفسهم أنهم يعبروا إلى الجانب الآخر من القصف ومن تعنت القوات الإسرائيلية. فبالتأكيد ده يمكن هذه المزاعم الإسرائيلية مصر ردت عليها بالفعل على الأرض قبل القول، وده كان على مشهد ومسمع للعالم كله. بالفعل هي حلقة مهمة النهاردة، بالتوفيق يا هدير. أنا بشكركم شكرا جزيلا من كل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ حلقتنا.